بركات، من المواقف اللي دايما ما بتنساهاش انت كمحمد بركات كده مع مانويل جوزيه مثلا؟ لا طبعا، يمكن اكتر حاجه دايما كانت بتعلق معايا ال يعني الزيروات، كميه الزيرو اللي كنت باخدها، الزيروات الكتير. زيروات، كل زيروات زيروات زيروات. انت خدت زيروهات ولا ما لحقت؟ لا ما خدتش. ده انت خدت كانت بتقلب بخناقه، كانت بتقلب بخناقه، قلبت بخناقه مره، كانت بتقلب بخناقه صالحه. ايوه صح، ما انت قلت لي احنا اتكلمنا كده وده، وخدت صالحه وبتاع، الراجل ما كانش عايز يبص له وكده، وسيد باصص الناحيه الثانيه، والراجل باصص لي وانا مش عارف اكلم مين يا فاهم. الاثنين بيحبوا بعض بيتخانقوا. لا بصيت سبحان الله، كمان الانجليزي ساعتها قتلوا قوي يعني فاهم، يعني انت عارف سيد الانجليزي قتلوا بقى ساعتها خناقه في اوضه اللبس، وحاجه يعني كلها حاجات يعني المدرب لما يجي يكلمك كلمه ولا يعني حاجه كله يعدي يعني فاهم. لا وبعدين مش عارف متعادل، فمش عارف هو بقى بيقول له ايه، ان انا هغيرك ولا انا هوديك ايه، ولا انا قال لك يس اي يو وونت ذيس، يقول له يو وونت يس اي وونت سيد، وده يقول له يو سيد، وزيد يقول له اي وونت ذيس، وانا مش عارف ايه زيز لحد دلوقتي انا فاهم، انا مش عارف هو كانوا بيتكلموا على ايه. بس هي الخناقه كبرت وولعت من ما فيش بس، وبعد كده طبعا حبينا بقى نلمها. ف يعني انا يعني ايه، احنا عارفين بيبقى دايما في كابتن وكده، بس يعني انا طول عمري علاقتي بالراجل كانت كويسه يعني، فكنت حابب ان انا اروح. وكان بيحبني بصراحه. بس بقول لك ايه يا سيد، كان بيخاف منه خوف اقسم بالله. بص بركات مش بيخوف، مش خوف يعني، لكن هو بركات كان يعني شادي كان يحكي لنا القصه دي بطريقه غير طبيعيه. لما دخل عليكم الجيم قال له، قال له بركات، قال له انا اهو جاهز اهو، وقف جري قاعد يعمل كده في الملعب، قاعد يعمل كده، قال له انا جاهز اهو، قال له انت مصاب؟ قال له لا مصاب ايه، انا زي الفل اهو. من المواقف الكويسه في الموقف ده حاجتين، يعني الموقف بتاع بركات ده كان بعدها بيومين اما رحنا للراجل النادي مستر مرمون كان مدي اجازه يومين، بعد اليومين رحنا الاوتيل وقعدنا نتكلم وبتاع، وانا قلت له انا بعتذر بغض النظر ان انا مكمل في النادي ولا لا، بس يعني عشان الموضوع. بس خد بالك اسوء، عشان ياخد قرار ان انت تمشي ويرجعك تاني ده معنى كده هو بيحب صاحبك ايه. واكمل لك برضو يعني في جزء منها برضو نقطه كل امانه يعني لازم اقولها وادي لكل واحد حقه. كان في قبلها بيوم عزا اخت الكابتن خطيب وانا كنت موجود فيه، انا وابو تريكه ووائل جمعه، فكابتن خطيب واحنا خارجين فندى لتريكه فقال له احنا عايزين موضوع سيد، يعني انتوا حاولوا مع الراجل ونخلص الموضوع ده ان شاء الله وبتاع. فانا دي من المواقف بصراحه الكابتن خطيب ولابو تريكه نفسه، لان ابو تريكه اتكلم مع الراجل وبركات طبعا اما روحنا تاني يوم. فانت ده بيدل ان اللعيبه كلها، لا اللعيبه يعني لما يبقى عندك لعيبه يعني ايه بمعنى اصح بتحبوا بعض، خايفه على بعض يعني عادي، انت ممكن اما يحصل حاجه في فرقه زي دي ممكن تعمل ان انت مش مش فارقه معاك، بركات يعمل مش فارق معاه، ابو تريكه نفس الكلام، مع حتى المسؤولين في النادي ممكن يقول لك خلاص هو قرار الراجل وهو عايز يمشي والموضوع انتهى. لا الناس كلها بتدور ان هي في مشكله، بتدور على حلها بشكل كويس يعني بشكل كويس، طالما المشكله بسيطه ممكن تعدي. فيعني دي من المواقف برضو ان الواحد عاشها جوه النادي، يعني بتدل ان لا يعني انت بتتعامل مع وحده واحده، يعني الناس كلها عائله الاهلي مسؤولين لعيبه اجهزه كل واحد. انا دايما ببقى حريص ان انا لازم في كل وقت بطلع فيه ولا بتكلم فيه بصراحه ان انا بقول انا الراجل ده انا بحبه جدا يعني بصراحه. مين؟ مانويل جوزيه طبعا طبعا، لان هو بصراحه اضاف لي كتير جدا 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 جدا، هو مدرسه يعني يعني هو علمني حاجات واضاف لي حاجات كتير جدا، وكان واثق فيا في اول قبل ما انزل اول تمرين اصلا جالي في وقت طبعا كانت ناس كتير قوي اتفاجئت، ناس كتير بتهاجم الصفقه مع وانا لسه صغير يعني انا 26 سنه ولا فكتير الكلام كان كتير ومش عارف غده درقيه وخلص وكبر وخلص اللي عنده مش عارف كبر 26 27 سنه ده مش كبير خالص بس هو يعني كان الهجوم كان جامد. انت جاي من عشان جاي من دول عربية طبعا كنت وكنت جاي طبعا يعني ما كنتش جاي اعمل سنه احسن بالزبط حاجه يعني بس فهو الراجل قعد معايا وقال لي انا جايبك علشان انت بالنسبه لي شايفك من كام سنه من افضل لعيبه مصر، فانا جايب كده اهو ادي الملعب ورينا وانزل وورينا بقى. هو كان بيحمينا الحقيقه سيد بشكل كبير جدا طبعا. بيننا وبينه مش عايز اقول لك كان بيعمل فيك، انت عارف طبعا كل حاجه يعمل فيك ايه. طب قبل